السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بفيديو جديد في قناة gfz.official. اليوم هذه الحلقة تنتمي إلى قائمة دول من العالم، وستكون أول دولة لهذا اليوم هي المغرب، حيث سنقوم بالبحث والبدء بمعلومات عامة حول هذه الدولة، ثم سنتطرق لمميزاتها وما يجعلها فريدة عن باقي دول العالم. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى ضغط لايك والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد بعد تفعيل زر الجرس. المغرب دولة عربية تقع في أقصى شمال إفريقيا، عاصمتها هي الرباط وأكبر مدنها الدار البيضاء، وهي العاصمة الاقتصادية لها. يطل المغرب على البحر الأبيض المتوسط شمالا والمحيط الأطلسي غربا، ويتوسطهما مضيق جبل طارق، ويشترك في الحدود مع الجزائر شرقا وموريتانيا جنوبا. المغرب دولة ذات نظام ملكي برلماني دستوري ببرلمان يتم انتخابه. تبلغ مساحة الدولة 710,850 كيلومتر مربع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية واللغة الأمازيغية، وأعلى قمة بها هي توبقال. ملكها حاليا هو الملك محمد السادس، أما ولي العهد فهو الأمير مولاي الحسن. يعتبر المغرب أكبر مصدر للسردين في العالم، كما يتميز بوجود الفوسفات به، والمغرب يحتل المراكز العشرة الأولى كأغنى الدول في إفريقيا. كما تعتبر جودة التمر المغربي ممتازة، ويتم تصديرها لجميع بلدان العالم، ويتميز أيضا بوجود شجرة الأرجان به، حيث تتموقع في كل المنصورة وجنوب المغرب. وأيضا يتميز المغاربة بشرب الشاي، وهو الأكثر استهلاكا، ويستهلك في أي فترة من اليوم، وهو الأكثر استيرادا من الصين. الدولة العلوية هي واحدة من أقدم السلالات في العالم، حيث حكمت المغرب منذ 1966، ويعتبر البربر هم السكان الأصليون للمغرب، ونساؤهم يضعن رسومات على وجوههن لتمييز القبيلات. توجد بالمغرب أقدم جامعة بالعالم، وهي جامعة القرويين المتموقعة بفاس. كما يحظى المغرب بشعبية كبيرة، حيث تصور فيه مجموعة من الأفلام العالمية. لمجموعة من المدن بالمغرب عدة أسماء، كالمدينة الحمراء وهي مراكش، وهي المقصودة من طرف سياح الأجانب، حيث يتم هناك شراء أشياء تذكارية وغيرها. أما المدينة الزرقاء فهي شفشاون، وأنصحكم بزيارتها، مدينة رائعة. أما من الجانب الثقافي، فالقلب ليس رمزا للحب في المغرب، بل هو الكبد. كما أن يوم الجمعة يعتبر يوما مقدسا للصلاة، وفيه يطبخ الكسكس أيضا. وفي الزفاف المغربي تستطيع العروسة تغيير فستانها حتى 20 مرة في بضع ساعات. الكرم هو من صفات المغاربة، وإذا تمت دعوتك إلى إحدى المنازل المغربية فعليك خلع حذائك قبل دخول الغرفة إن وجدت أحذية قرب الباب. المقاهي دائما ممتلئة ومكتظة، فهي المكان الأكثر شعبية وملائمة للمغاربة. إذا أعجبكم الفيديو وأثارت انتباهكم مجموعة من المعلومات، لا تنسى ضغط لايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلك مجموعة من المعلومات الجديدة حول الدول التي سأقوم بتنزيلها لاحقاً.